مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من مدينة بوتراجايا في ماليزيا في هذه الليلة من ليالي بوتراجايا الساحرة. نطل عليكم ونرحب بكم من أجمل مدن ماليزيا في هذه المدينة التي ستضيء بعد قليل بألوان زاهية ومباني جميلة وقوارب مضيئة ستضيء هذه البحيرة التي خلفنا. فلنشاهد سويا. أنا اسمي دلخاز عبد الستار محمد من كردستان العراق. بشكل عام كويس جدا جدا، حلوة وجميلة جدا صراحة. أنا وهيب محمود أبو التين من الأردن. المهرجان رائع وجميل، ويعني لم أرى مثله في أي بلد. زرت بلدان كثيرة لكن مثل هذا المهرجان لم أرى من قبل. دانيال Uzbekistan. Oh, it was very interesting because see every state they have tried to show their cultural and business something like very was a sight visiting places. Mazale, I'm from Iran. The festival is very interesting and I saw the different ships and they show different states of Malaysia and they present their cultures. إذا مشاهدينا، كما شاهدتم خلفنا هنا في بحيرة بوتراجايا في مدينة بوتراجايا الماليزية ضمن فعاليات الليالي بوتراجايا الساحرة، هذا المهرجان الأضخم في ماليزيا للقوارب المضيئة الذي يعكس ثقافة وحضارة الشعب الماليزي. لمتابعة كل ما هو جديد في ماليزيا ابقوا بالتواصل معنا في قناة أسواق عبر اليوتيوب.